تمام. هناخد النهارده نفسي في السكتش لما كل واحد حل المساله بتاعته في السكتش وانت رسمت البلان لي اوت فاكرينها تمام، تيجي على البلان لي اوت وتحدد لي القطاعات اللي هتطلع فيها عشان ترسم الرسمه في اللوحه تمام. طيب احنا عايزين الشكل متماسك بنرسم نص كونكريت دايركشن ونص ستيل ريفورس زي ما كنت بتعمل في الفريم الشكل متماسك تمام. طيب لما اجي اقطع عشان ارسم الكونكريت دايركشن اقطع سكشن واحد واحد اللي هو بتوين كلامز ولا سكشن 2 2 اد كلامز ادهم افضل لما عشان الكونكريت دايركشن واحد واحد نعم واحد واحد ماشي. ما هي ايوه ماشي حاضر، ما هو النص ده يعني كاني عامل سكشن 2 انا فاهم ماشي. اقصد يعني الكونكريت دايركشن ده بالنسبه في البتوين كلامز ولا اد كلامز واحد واحد لا في بتوين كلامز بتوين كلامز ليه؟ طيب ليه دايما سمك الصلاه نقطع ما بين الاعمده عشان نبين ان السلاب والربات وكل حاجه. لو انت قطعت سكشن 2 2 عند الاعمده والجردل والطاي والهنجر تيجي تقطع وتهشر تلاقي كله متهشر، الجردل كلها متهشره، طب فين السكندري بيم؟ فين الريبس؟ فين البروكات عشان النجار يشد عليها الشده الخشبيه؟ فلازم دايما الكونكريت دايمنشن تقطع بتوين كلامز ما بين الاعمده، ليه؟ عشان تبقى يبقى كل الجردل والكلام ده باين اسقاط ورايا اسقاط ورا، لكن انا اقطع فين؟ في السكندري بيم عشان يبان الكلام ده في النجاح، فاهمني؟ تمام؟ أول لما تدخل على السير انفورسمنت تمام اللي هو تفاصيل التسليح، أنا عايز أبين تفاصيل التسليح كل حاجة، وبالتالي ترفع سيكشن 2 2 أد كلامز، فاهمين اللي بقوله؟ قطعت الكلاي والجردل والهنجر والأعمدة والبلاطات وكل حاجة اتقطعت فيها عشان يبان فيها تسليح، فاهمين؟ النظام ده هنمشي على طول الترم، تمام؟ أي نظام إنشائي، تمام؟ طيب لما تيجي تكتب تقول لي ان ده كونكريت دايمنشن وده ستير انفورسمنت وتقول لي ده سيكشن كام وده سيكشن كام، مش عايز تكتب لي رقم السيكشن وتبينه في البلان لي اوت، اكتب ان هو سيكشن بتوين كلامز، فاهمني؟ لكن لازم تبين وتفهمني ده فين مكان الخط. مرتبطين؟ طيب كده كده انت البلان رسمه، انت رسمه في السكتش حط عليه قطاعات واكتب رقم القطاع خلاص، لكن ما ترسموش انا في اللوحه البلان، تمام؟ طيب لما بتيجي ترسم السكشن هيمشي ازاي؟ هقول لك تعمل كذا واشرحه لك بسرعه واسيبك تديك وقت تعمله. اول خطوه هنعملها ترسم السنتر لاين تمام للشكل كله اللي هو السكشن اليفيشن نصه كونكريت دايمنشن ونصه ستير انفورسمنت، كل واحد يرسم على حسب الجروب بتاعه تمام وبالسكيل المناسب. احنا دايما في الترم ده بنقول لك درو وذ ا كونفينينت سكيل، يعني ارسم بسكيل مناسب. يعني ايه ارسم بسكيل مناسب؟ ما بحددلكش سكيل معين، يعني مثلا اللوحه ما تبقاش كده والاقيك راسم لي السكيل كده، اللوحه ما تبقاش كده والاقي السكيل الرسم خرج بره اللوحه، هو ده الكونفينينت سكيل، فاهمني؟ تمام؟ يعني تفاصيل التسليح تبان والصوت تبان، ما ترسمليش رسمه صغيره هتنقص، تمام؟ طيب انت السكيل لو كنت مثلا بعد بالمتر تمام؟ لو قال لك مثلا عايز سكيل واحد من 50، لو هو طلب كده مثلا كنت بتضرب باثنين عشان يتحول البعد بالسنتي، ليه في 2 يا باشمهندسين؟ ليه في 2؟ علشان انت بتقسم على 50 وتضرب في 100 عشان تحول متر سنتي، يعني كانك بتضرب في 2. طب سكيل 1 ل 25 بتضرب في 4 4 فهمتوا ده منين؟ بتقسم على 25 وتضرب في 100 عشان من متر للسنتي تمام؟ يبقى كانك بتضرب في 4 صح؟ تمام؟ طيب دلوقتي هل انا ملتزم لما هو ما يحددلكش سكيل ملتزم يد ولا يد؟ افرض ضربت في 2 لقيته صغير او ضربت في 4 حاسه هيبقى كبير، اضرب في اي يا عم ناخد بوينت في 3 بوينت 2 5 1 5 7 9 3 براحتك تمام؟ اضرب في اي، انا بقول لك درو اسمها كونفينينت سكيل، بس ايه بقى الفكره؟ ضربت في الرقم ده كل الابعاد تتضرب في نفس الرقم، يعني ابعاد السنتر لاينز وابعاد السمك، يعني ما حدش يجي مثلا يجي يرسم لي سمك البلاطه يقول لي ده انا حسيت ده انا لقيت سمك البلاطه صغيره فحبيت اكبره لك عشان ابينه لك، هتاخد صفر هتاخد صفر تمام؟ مش هقيس وراك، انا هعرف ارسم بسكيل ومن غير سكيل بالنظر عشان تبقى عارف تمام؟ طيب وبالتالي يا باشمهندسين رسمت بسكيل امشي بيه طول الرسمه، سمك مش سمك، سنتر لاين مش سنتر لاين، كل حاجه بنفس السكيل، متفقين معايا؟ متفقين معايا؟ طيب السكشن كام؟ 4 سكشن واحد؟ كنت لو كنت سكشن اساس كنت همشي لك واحد. المهم اتفقنا على ده، اديني بقول لك اهو. طيب
بالكهرباء تبدا بالوقت. هقول لك الموضوع يمشي ازاي. بعد ما هديك 5 دقايق تكسر فيها السنتر لاينز تمام، بعدها هاجي اقول لك ايه نرسم الاوت لاينز. الاوت لاينز اللي هي السمت يعني بتاع الجردل الهانجر الطاي العمود. هديك 10 دقايق تكسر فيها الاوت لاينز. ثواني فدي خطوه رقم 3 اللي هي الاوت لاينز. خطوه رقم 3 عشان انت اللي هتجيب اللوحه. خطوه رقم 3 هديك هقول لك ارسم اماكن البلاطات. واحد عنده البلاطه متكسره، واحد عنده البلاطه كلها ستريت، بلاطتين فوق وتحت. انت ترسم البلاطات والريبس والبلوكات والكلام ده. بعد ما ترسم الكلام ده تحط عليهم الابعاد وتحط الكريت دايمنشن تمام. خطوه رقم 4 هنرسم التسليح ونفرجه منه تمام. خطوه رقم 5 تاخد قطاعات كروس سيكشن في الجردل في الهانجر في الستايل في العمود ونرسمها بسكيل 1:10 تكريما تمام. اخر حاجه خالص بنرسم قطاع طولي في الكاميرا السكندري بيم. السكندري بيم فاكرين في السكتش لما كنت بطلع 4x16 3x16 وهكذا. انا عايز ابين قطاع طولي للحداد التسليح هيمشي ازاي في الكونتينوس بيم. فاهمين دي اخر حاجه هتعمل. فهمتوا الموضوع مش ازاي؟ ليه شرحت لك كده قبل ما تبدا؟ عشان ما حدش يجي يقول لي ابدا ارسم الرسمه دي في نص اللوحه ولا فين بالظبط؟ انا فهمتك الموضوع هنرسم ايه كله على بعض. يبقى انت بتديني اللوحه انا هسهلها لك. يعني انت دلوقتي مش هنرسم كل حاجه بعد القطاع ده. اسهل لك ان الكونكريت دايمنشن يعني تاخد الرسمه دي ترميها في اخر اللوحه بحيث الكونكريت دايمنشن يبقى في بدايه اللوحه من هنا بحيث الجزء ده اتقفل خلاص انا مش هقرر التسليح فيه. مش نكتب فيها ملاحظات ولا اي حاجه اللوحه دي؟ مش محتاج تكتب. لا مش هتكتب فيها ملاحظات ولا اي حاجه. وبالتالي اخر اللوحه الباقيه يعني بص ده الباقي تلاقي اللوحه فاضيه معاك تقدر مفتوحه معاك. ممكن نخلي خلي التسليح من هنا وخلي خرسان من هنا ينفع؟ لا بس ما تخليش التسليح مقفول على اللوحه. جزء عشان المصدر من هنا خلي الكونكريت من هنا وتسليح احس ان فرد من هنا بره. خلي التفريد في المنطقه المفتوحه براحتك اعمل ماشي. طيب حاجه اخيره عشان تعرف ترسم سكيل كام مثلا انا هساعدك برضه تمام. يعني مثلا انت جروبس اكبر بحر عندهم كام في الجروبس؟ 20 21 21 متر. لو انت 3 مثلا هيطلع معاك لو ضربت في 4 هيطلع كام؟ 84 سم. 84 سم وانت اللوحه متر فيا دوبك هتلاقي القطاع خد اللوحه كلها تقريبا تمام. فهو يعني كبير شويه. ممكن لو ضربت في 3 تلاقيه 63 سم تمام. 63 سم يعني لو حبيت تكبره يكون افضل. يعني ممكن واحد يضرب في 3.5 يضرب في 3.4. ما انا مش محدد لك سكيل معين صح ولا مش صح؟ تمام. الا لو حدد لك في الامتحان عرفنا نعمل ايه. متفقين معايا؟ تمام. طيب ابدا ارسم السنتر لاينز معاك 3 دقايق. هنبدا نرسم الاول لاين. ركزوا معايا مش مشكله ركزوا معايا. الخطوه الثانيه هنبدا نرسم الاوت لاينز. الاوت لاينز يعني ايه؟ عايزك ترسم سمك. ركز في الكلام اللي بقوله. ركز في الكلام اللي بقوله. عايزك ترسم سمك القطاعات الاساسيه. يعني ايه الاساسيه؟ انت رسم سنتر لاين بتاع ايه؟ الجردل العمود التايب هانجر. ماليش دعوه عندك بوست ما عندكش الكلام ده في الاخر. فاهمين؟ انا بقول لك الحاجه اللي تمنعك انك تقعد تتلخبط وتشوف. يعني اكتر غلط الطلبه بتقع فيها في الامتحانات تقعد ترسم البلاطه الاول. طب البلاطه الاول ورايحه فين ومتحمل على ايه وشكل الجردل ازاي؟ ارسم اللي انا بقول لك عليه بنفس الترتيب اللي بقوله لك هتريح الامور. ارسم السمك الاول بتاع القطاعات الرئيسيه اللي هي الجردل الهانجر الراي العكس. متفقين معايا؟ طب الاوت لاينز السمك ده عباره عن الدي ولا الدي للعناصر الرئيسيه؟ الدي زي ما اتفقنا السكشن اللي فات. الدي ده اي سمك في البلان ده الدي. الاوت اوف بلان عمود عليه ده البي. متفقين؟ طيب انا هتكلم عن ابعاد القطاع اللي انا خدته في السكشن المساله بتاعتي انا اللي خدناها في السكشن اللي فاتوا تمام. الجردل كانت في تصميمها طلع سيف 300 في 800 تمام. طيب وبالتالي هرسم 8/10 متر اضربه في السكيل وليكن 3 يبقى 2.4 سم. اقسم على الاثنين يبقى من اول هنا 1.2 سم فوق وتحت 1.2 سم. فاهمين معايا؟ طيب التقاطع اللي هنا لسه ما اعرفش. انت قسم بس الوليات بعد كده نشوف التقاطعات البزاز. برضه قيس عمودي على المايل 1.2 سم فوق 1.2 سم تحت على حسب البعد وعلى حسب السكيل اللي واخده. يعني 8/10 على 2 بالسكيل تمام. الطاي بتاعك كان بعده كام؟ كان بعده 3/10 المساله اللي خليتها معاكم في السكشن تمام. هقسم 3/10 هضرب 3/10 في 3 لان وليكن 3 يبقى 9/10 سم. نص ال 9/10 سم فوق ونص ال 9/10 سم تحت
يبقى دي صفر. تمام؟ طيب العمود كان 3 من 10 في 8 من 10، ده 8 من 10 ده 3 من 10 8 من 10 اضربها في السبيد بتاعه لقيته 3 يبقى 2 و4 من 10 على 2 يبقى 1.2 من 10 سم هنا، 1.2 من 10 سم. تمام؟ اوصل. طب الهنجر سمك الهنجر بكام؟ الهنجر في مسالتي كان 3 من 10 في 25 من 100، كان هو السيف في التصميم لو تفتكروا السكشن اللي فات، ده 3 من 10 في 25 من 100 25 من 100، لان 3 من 10 عمودي هو نفس عرض ده، لكن ده طلع 25 من 100 مفيش مشكله. فاكرين الكلام اللي بقوله؟ طيب وبالتالي ده 25 من 100 في 3 يعني 75 من 100 سم، نصه يمين ونصه شمال. مش شرط 3 على حسب السكيل بتاعك، انت لو ضربت اكتر من 3 يفضل عشان تبقى عارف. تمام؟ يبقى ادي ده. طب امشي ازاي؟ امشي لحد ما يتقاطع هنا، امشي لحد ما يتقاطع هنا، امسح الزيادات، مشي ده ومشي ده لحد ما يتقاطعوا. تمام؟ وانت بترسم امشي موازيات بالسمك، وما تقعدش تبقى ايه؟ تقعد تقول التماثيل دي وامشي كده وتحاول تقاطعه، انت امشي وقاطع وامسح الزيادات عشان ما تضيعش وقت، انا بكلمك في الطريقه السريعه. تمام؟ طيب امشي اهو بالشكل ده وقاطع، وامشي ده وامشي ده اهو، امشي كده بص على شكل كده وامسح الزيادات. دي سريعه بطريقه سريعه كده عشان ما تقعدش كل شويه تقعد تمشي لحد ما تشوف هتقاطع فين. تمام؟ طيب حاجه بس بسيطه سريعه كده تنفيذيا، الزاويه دي مش هنسيب الحاده دي مش بتتنفس في الطبيعه كده. ليه؟ لان انت بتحط لوح خشب وبتحط لوح خشب هيكونوا ازاي في المسافه الضيقه ده لما كل لوح ليه سمك؟ تمام؟ وبالتالي لازم نبعد المسافه شويه. عايز تبعد بمقدار عرض لوح او بمقدار عرضين لوح 5 سم 10 20 سم نص ليه امشي 20 سم. تمام؟ واطلع بخط راسي بالشكل ده. كده لا اقدر احط الواح خشب كده وكده وكده، فاقدر انفذها الكونكشن دي تنفيذيا فقط الكلام ده، فاهمني؟ تمام؟ طيب وعلى فكره برضه دي بس مش مشكله، يعني هي المفروض تتعمل كده عشان تبقى عارف. ما فيش مشكله. نعم؟ المفروض يعني على الاقل 10 سم، ممكن توصل ل 20 سم، انا عارف ان الدكتور قال لك 20 سم. او خاطر زي ما الدكتور قال. تمام؟ طيب وبالتالي تبقى انت كده رسمت الاوت لاين، اللي كررته هنا هيتكرر هنا، ليه؟ محتاجه هنا عشان ارسم التسليح جوه الاوت لاين. تمام؟ طيب العمود ما تسيبوش كله، انا رسمته كله في السكشن اليفيشن اللي في السكتش، فاكرين؟ تمام؟ لكن هنا انا مش محتاج، انت ارسمه لي فقط مقطوع بالشكل. ونفس الكلام هنا. تمام؟ تمام. معاك خمس دقايق تكون خلصت الاوت لاين. لو دخلت في المرحله الثالثه بتاعت البلاطات عشان معظم الطلبه لقيتها لسه بترسم الاوت لاين هتاخد مايكس. ركزوا معايا يا باشمهندسين، ركزوا معايا. دلوقتي انا ايه اللي هعمله؟ خطوه رقم 3. ركزوا معايا عشان ما تسالنيش في الاسئله اللي ورا الخطه. تمام؟ ركزوا معايا. خطوه رقم 3. تمام؟ عايزين نرسم السكن جانبين والبلاطات، كل واحده على حسب الحاله بتاعتها. تمام؟ انا هرسم دلوقتي الحاله بتاعت السكشن. كانت ايه مساله السكشن اللي اديتها لك؟ بلاطه هنا وبلاطه هنا، صح كده؟ تمام؟ تعالى ارسم. اول حاجه اسمع الكلام اللي بقوله لك عشان ما تلخبطش نفسك. سمك البلاطه كان كام عندي في مساله السكشن؟ 25%. تمام؟ اروح اقيس 25% من السكيل وليكن بضرب في 3 على 75% سم. هقيس البلاطه فوق فاكيد هطبقها على الكور فايبر. تمام؟ طيب اقيس من فوق ال 75% وليكن طلعت مثلا هنا وليكن كام؟ تمام؟ 25%. تمام؟ امشي لحد دايما الطلبه بس الفشل اللي فات وهي بترسم تيجي تقول طب اوصل لحد فين علشان اعمل السوليد بارت والكلام ده، انا مش هي ما بتتعملش كده، انت بتمشي بسلك البلاطه لحد ما تعمل السكندري بين، اعمل السكندري بين وبعد كده اعمل منها السوليد بارت، هتفهم حاجه؟ تمام؟ طيب السكندري بين بتترسم ازاي؟ بتترسم السنتر لاين بتاع السكندري بين هو سنتر لاين الهانجر، هو نقطه تقاطع السنتر لاين الجيوزر مع بعض. فاهمني ولا مش فاهمني؟ تمام؟ طيب يبقى سنتر لاين السكندري بيب اهو، اقيس مش هي كانت طلعت معاك مساله سكشن 25 في 50، اقيس النص متر اللي هو السمك من السنتر لاين ولا من التوب فايبر؟ 50 من التوب فايبر طبعا، مش هي مش شامله وسمك البلاطه 50، يبقى اقيس من فوق نص متر، انزل نص متر بالسكيل وليكن معها نص سم، وليكن هي هنا، امشي منها نص العرض ونص العرض عشان اعمل عرضها اهو بالشكل ده. ادي من سكندري اطلع لحد فوق واطلع لحد البلاطه وامسح الزيادات، يبقى ادي البلاطه وادي الكاميرا، بس
انت اهي ادي سمك الريبل او سمك الغراب 25% رسمت السمك تمام. عايز اعمل سكندري بيف ابعادها 25 في 50 يبقى سنتر لاين سكندري بيف هو هو تقاطع سنتر لاين دول هو هو تقاطع هو هو سنتر لاين الهانجر تمام. طيب اقيس من فوق النص متر بالسكيل بتاعي امشي نص العرض نص العرض واطلع لحد ما اتقابل هنا مع الجردر وهنا مع البلاطه ده ادي السكندري بيف. بس هي دي مش سكند دي مش سوليد سلاب دي هول بلوك سلاب وبالتالي دي سوليد بارت. هنا اقيس ازاي سوليد بارت اقيسه من السنتر لاين ادي ادي الكاميرا الكاميرا وادي البلاط كنا بنمشي سوليد بارت بعد كده السوليد بارت سوقه نفس سوق الريب صح ولا صح لكن طوله كام او عرضه من سنتر من سنتر الكاميرا لحد نهايه السوليد بارت. الله ينور عليك كان في مساله 35% هو الاكس مينيموم بكام؟ ب 3.10 لكن انا جبته من الارنجمنت بلوكس 35% صح؟ تمام؟ المفروض كل واحد بقى على حسب المسافات والابعاد يجيب الارنجمنت بلوك يحسب عرض السوليد بارت. المفروض تكون عملت كده تمام؟ كم واحد عمل كده في البيت؟ طيب لو انت ما عملتش كده انا عايزك ترسم دلوقتي انا مش عايزك تحسب انا عايزك ترسم دلوقتي وبالتالي خده 3.10 متر 3.10 متر هو المينيموم لكن هتيجي تقصر لان انت هترسم البلوكات هتلاقيها في النهايه ما قفلتش معاك كبلوك كام. ليه؟ لان انت ما حسبتش الارنجمنت بلوك مفيش مشكله قوي تمام. بس انا بفهمك الموضوع بتمشي ازاي تمام وبالتالي اللي ما حسبوش ياخد 13 انا هنا حاسبه في البلاطه دي فهمشي 35% من فين؟ من السنتر الكاميرا امشي 35% لحد ما اوصل له بالسكيل بتاعي واطلع لفوق كام؟ 2.10 الله ينور عليك ارتفاع البلوك تمام بالسكيل بتاعي واروح امشي افق هتلاقيها مسافه صغيره جدا ما ترسمش ب 7.10 مللي ارسم بسنون بسيطه علشان هتتردد دي لو انت رسمت ب 7.10 مللي تمام. طيب وبالتالي تروح مقشر لي ده يبقى كده انا خلاص رسمت السوليد بارت والسكندري بيف ودي البلوكات ارسم عرضها كام البلوكات دي؟ 4.10 الله يهديك ال 2.10 لحد دلوقتي لسه بتتلخبطوا فيها مش انا قلت الريب اهو كده العمودي عليه 4.10 يبقى الموازي اللي هو ال 2.10 تمام 2.10 ضرب في السكيل وترسم عرض البلوكات. حتى عندي مشكله في رسم الدي تعالى هعيد الكلام ده تحت بس ركز معايا في اللي بقوله ركز معايا في اللي بقوله. انا الحاله بتاعت السكشن كانت بلاطه هنا وبلاطه هنا هل البلاطه دي كانت نهائيه ولا كانت هتستخدم كدور؟ نهائيه تمام. طيب يبقى الافضل لي تخلي البلاطه مطبعه على تطبيق الطاي ولا مطبعتها في الاسطوره؟ تبقى مطبعه على تطبيق الطاي ولا مطبعه في ظهر الطاي؟ لو خليتها مطبعه على البطنيه يبقى بروز الطاي لفوق، هل عندك مشكله ان هي بروز لفوق؟ ما عنديش مشكله، لكن انت لو خليتها مطبعه على ظهر الطاي الطاي هيبقى تحت، فهو كشكلا معماريا ليه اخليها بروز تحت وانا ما عنديش مشكله ان اخليه بروز فوق؟ افضل ان افضل ان البلاط تطبع تحت، حد فاهم حاجه؟ لو انت مش فاهم يعني ايه تطبع تعالى نشوف. انا عايز البطنيه الطاي تبقى نفس بطنيه البلاطه فهقيس من تحت 25% صح تمام. الطاي كان 3.10 فتلاقي 25% اهي مش تحت البلاطه كده هتبقى تمام. طيب دي البلاطه 25% طبعا هو مش بسكيل يعني هتلاقي المفروض ده زي ده تمام بس عشان مش بسكيل هو ده 25% تمام. اعمل ايه؟ ارسم السكندري بيف هنا وهنا وبعد كده ابقى اشوف فين السوليد بارت. اديني بقول لك اهو عشان ما حدش يقعد يقول وانا برسم الريب اوصل لحد فين؟ ارسم السكندري بيف هنا وهنا ما انت عارف سنتر لاين سكندري بيف وسنتر لاين سكندري بيف تمام؟ تعالى نرسم دي السكندري بيف سنترها هو سنتر الهانجر اقيس النص متر من تحت ولا من فوق؟ من تحت من تحت لان هيطلع لفوق كاميرا مقلوبه يبقى من تحت نص متر وليكن هنا امشي نص العرض نص عرض في الجانب هتبقى انت مصبر ان عرض الهنجر هو عرض العرض السكندري صح؟ وبالتالي تنزل لحد تحت كده وتنزل لحد ده وتمسح الزياده صح كده؟ ادي السكندري بيت اهي تمام؟ طب تمشي سوليد بارت ازاي؟ من السنتر لاين ده تمشي المسافه هل اخدها ب 35%؟ لا مختلفة لان دي 5.5 مسألة السكشن الارنجمنت مختلف انا ما اعرفش كام تمام. لو انت حاسبه تمام مش حاسبه خد 3.10 عشان ترسم بسرعه يبقى اسم من هنا 3.10 تمام وليكن هنا تطلع كام فوق؟ 2.10 تمام اهو 2.10 هتمشي على ده تمام يبقى ادي السكندري بيف بالسوليد بارت بتاعها ده ودي اللي هي 2.10 تمام. مش لحد فين؟ ارسم السكندري بيف اديني بقول لك عشان ما تسالنيش السؤال ده تمام. ارسم السكندري بيف هسالك انا سؤال بقى
انت هل في السكشن انيبيشن اللي عملته مع الميلاد في السكتش هل كنت عامل حلقه في نص العمود ولا على نهايه العمود بره ولا على نهايه العمود جوه؟ هاي تلعبوا بره على حسب كل رسمه. انتوا براحتكم تقولوا لي عايزين ترسموها ازاي بره. انت عايزين ترسموها بره؟ طيب تعالى بره. طالما الكاميرا على الحيطه هتبقى على النهايه بره يبقى الكاميرا هتبقى على النهايه بره. هل وقتها قلت سته العمود هو سته الكاميرا؟ لا. طب انا الكاميرا سمكها كام؟ سمكها نص متر صح؟ طيب انا همشي بالبلاطه لحد ما تتقطع مع الجرف. هل معناها ان هطلع بالبلاطه كده ستريت؟ لا طبعا. هي ماشيه مع التقوس بتاع الجردل تمام. طيب والرهن وادي البلاطه اهي النص متر بتتقاس منين؟ من التوب فايبر. كان التوب فايبر بتاعي اصبح مايل يا دي يا دي ايهما افضل تقيس نص متر من اللي تحت ولا من اللي فوق؟ من اللي تحت. ايوه علشان يديك سمك لو قست نص متر من النقطه دي قست نص متر من السكيل وبعد كده رحت ومشيت العرض وطلعت اصبح سمك الكاميرا هنا اكبر من نص متر احتياطي لكن اقل زوج في الكاميرا اللي هو نص متر اللي بيصعب عليه حتى فاهم حاجه تمام. طيب وبالتالي ادي السكندري بيم اهي اصبح سنتر لاين بتاعها مختلف اهو تمام. من السنتر لاين ده امشي مسافه مقدارها 3.10 او سوليد بارت عرضه لحد ما اوصل بعد كده اطلع 2.10 وهكذا يبقى تروح تهشرني كلها. الكلام ده لو انت كنت عامل ان الحيطه على نهاية الأرض على أساس إنك مش عايز تضيع جزء من الأرض يبقى بره يبقى كله تبع البنك بتاعك تمام؟ طيب وادي البلوكات اللي هي عرضها 2.10. طب واحد قال لي أنا عايز أعملها في المنتصف تمام؟ مشكلة سنتر العمود هو كله كده أدي البلاطة هتكمل كده وادي سنتر العمود هو سنتر الكاميرا انزل من فوق أهو من على السنتر من فوق نص متر امشي العرض نص العرض نص العرض بس واطلع بعد كده من المكمل بس كده تمام. طيب وبالتالي طب واحد يقول لي الناس بص ركز معايا الناس اللي عندها البلاطه تحت وبلاطه فوق فالشكل ده مستغل هل ينفع تعمل الكاميرا مقلوبه هتبقى صعبه. والحاجه الثانيه هل ينفع تعمل البطنيه تبقى مطبعه على بطنيه الطايب بلاطه على ظهره الطايب على ظهره ايش بقى ده هدي الفتن ستيك بقى نعم ولا ده لو انت عندك البلاطه الناس تحت والبلاطه الناس تحت فوق زي جروب ست تمام. طيب فانا الجزء ده هيستغل هل ينفع تخلي الطاي بارز لفوق الناس هتتشكل فيه تمام وبالتالي لازم يبقى بارز تحت والكاميرا يبقى ساقط تقول لي طب تحت ما تحت يا عم هو شكل المعماريه ايوه مش مفضل قوي لكن انا ده مجبر عليه ان اخلي البلاطه تطبع على فوق والكاميرا يبقى ساقط اديني بقول لك اهو عشان عنده جروب سته ما يعملش كاميرا مقلوبه وما يخليش ده بارز لفوق. عشان ابقى صريح معاك انا ممكن اخليه بارز لفوق وطبعه لتحت بس امتى؟ لو كان الطاي مش كبير قوي يعني لو حاله التصميم بتاعت الطاي 3.10 دي 25% طب ما هي مش كده؟ ما انا بحط 6 رمله 6 سم رمله صح؟ فممكن اخبيه بس امتى الحاله بتاعت البلاطه كلها تحت والبلاطه كلها فوق طلعت صوره الطاي كام فيها؟ مش 50% 55% في واحد قال لي 6.10 عمر الطاي هيطلع معاك 3.10 ليه؟ الطاي شايل احمال كقوه شد ناتجه من احمال بلاطتين وبلاط عليها لايت رود عالي فعمره ما يطلع معاك 3.10 يطلع كبير وبالتالي لازم اطبعها على اللي فوق 4.10 اشك فيها بصراحه ده انا بقى 550 مللي خدت اللايت في كام؟ ثلاثه واللي فوق واحد اللي هو الكفر بعد النص بلاطه واحده تحت 35 ماشي اي وتروح تطبقها تحت لان ما عنديش مشكله كده كده مش مستغل تمام لكن لا 4.10 اشك فيها بعد حسن لا فهمت يا باشمهندس الموضوع. واحد يقول لي طب لو كانت بلاطه كلها مستمره السوليد بارت اللي هنا هيبقى برضه فيه سايز زيه هنا وهنت بص ركز معايا دي انا هقول لك حاجه عشان ده برضه الطلبه كانت بتسال فيها عشان ابقى شرحت لك كل حاجه ادي بلاطه كامله تمام وادي حدود العمود اهو ما المبنى بيبقى ستريت كده تمام. طيب السكندري بيم هيبقى سنتر هو سنتر العمود ولا يبقى متزحزح؟ متزحزح. اصل واحد يقول لي ايه انا عايز اخلي سنتر العمود هو سنتر البوست بس اسمعوا لي لو انت خليتها كده ايه اللي هيحصل؟ بص ادي البلاطه اهي ادي البلاطه تمام هتروح تنزل من دي نص متر ادي الكاميرا من نص عرضها ونص عرضها وتمشي كده وتمسح دي واصبح البوست بالشكل ده. في بعض الناس تقول انا بفضل اعمل كده عشان يبقى محور البوست هو محور العمود عشان ينزل يعمل جوه البوست عليه تمام.
على اساس يعني ان انا عايز بالظبط القوه تبقى بالظبط كونسنتريك في السي جي. انت عندك ايه الاحبال اللي بتاثر في السنتر اصلا في الطبيعه؟ ايه الاحبال اللي بتاثر سنتر في الطبيعه؟ تقريبا قليل جدا. انت عندك يا عم الكاميرا دي، الكاميرا دي بتاثر في سنتر العمود، اما بتزحق على اخر العمود ما قلتليش ليه بتعمل مومنت، ما قلتليش ليه بتعمل ما هتعمل مومنت. ايوه بس ليه ما حسبتوش؟ علشان انت لما بتتكلم عن أمر. مثلا كذا دور 12 كذا دور 12 دور حمل العمود النورمال ضخم بالنسبه للاكسنتريسيتي الصغيره تلاقي دي على تي قليله، هتفهم حاجه تمام. وبالتالي ما بتفرقش بالمسؤول اكسنتريسيتي ممكن يتبنى نفس الكلام اصلا حمل هنا قليل والاكسنتريسيتي هتبقى قليله. في اي يوم افضل العمليه اعمله كده ولا اعمله على مره؟ ادي اللي قلتها لك اهو تمام. وبالتالي تمشي كده تمشي لحد الدور كده، يبقى اصبح ده بدايه الكاميرا. تمشي منها عرضها يبقى اهو تمشي طولها كام؟ نص متر. وتمشح الزيادات انا بوريك اوت سيستم تمام، وتوصل لحد وتقيس السنتر من السنتر 3 من 10 وتبقى على السوليد بول وتنزل للنان بوف هتلاقيه بتزاق شويه تمام كده. طيب الواحد يقول لي طب هنا التقاطع ده امسح انهي، امسح الكاميرا ولا امسح الجردل في التقاطع ده؟ قطع الكاميرا اللي لو الجردل انت قطع فين؟ اه الجردل فيه اسقاط وراه وبالتالي تمسح الجردل صح ولا صح؟ تمام بس كده وتعمل السوليد بارت هنا وتكمل اهو بالشكل ده. فهمت الموضوع؟ هو اللي حصل فوق اللي حصل تحت تمام؟ الكونكريت دايمنشن اللي هي البلاطات هديك 13 دقيقة تمام؟ هديك 13 دلوقتي قبل بس عشان ننهي ده عشان ايه؟ لا عشان تعرف لما تسلمني اللوحه يبقى الموضوع ماشي ازاي. لو رسمت اللوحه الكونكريت دايمنشن بالظبط ما حطيتش عليها ابعاد مش هتاخد عليها درجه، مش هتاخد عليها درجه. يعني مثلا لو الكونكريت دايمنشن عليه اربع درجات هتاخد صفر من اربعه. ليه؟ لان اسمها كونكريت دايمنشن تمام؟ طيب يبقى نحط عليها ابعاد. طبعا انا مش هاخد كل الابعاد دلوقتي، انا هديكم في شفتوا لوحات الاسرين اللي انا اديتها من زمان من اول تمام؟ يعني ده السكشن اليفيشن والبلان اللي كنت بتعمله في السكتش تمام كده؟ طيب ده اهو نص الجزء الكونكريت دايمنشن نص التسليح والتفريده معاه تمام. الكونكريت دايمنشن تشوف انا حاطط ابعاد على ايه وتحط زيها بالظبط تمام عشان بس ما اضيعش وقت ماشي. طيب وهنشوف التسليح والتفريده. اللوحه الثالثه دي هتلاقي الكروس سكشنز قطع في الجردل قطع في الطايف في الهاندل في العمود بسكيل 1 ل 10 بتبقى في الغالب يعني سكيل كبير شويه او 1 ل 20 تمام. طيب وده اللي هو ده التفريده بتاعت قطاع طولي في الكاميرا السكندري بيم. ايه السبورتس اللي هنا دي؟ السكن بيه مرتكز على ايه؟ على الجرد فاهمني؟ تمام؟ وده بالي التسليح وتفريده عشان يفهم الحداد يفرق ازاي والكلام ده تمام؟ فانت بتعمل دوشه متكامل عشان توري الحداد والنجار الموضوع يمشي ازاي تمام؟ طيب المهم يبقى اتفقنا الكونكريت دايمنشن هيبقى ازاي وطالب منه ايه؟ تعالى للتسليح، تعالى للتسليح. انا رسمت الكروس سكشنز بتاع ده بتاع الهانجر وده بتاع الطاي وده بتاع الجنب، يا ترسمه جنب كل واحد يا اما ترسمهم كلهم في ناحيه معينه. انت كده كده هتحط لي عنوان يعني ده سكشن مثلا كام، يعني ده هيبقى سكشن 1 الجنب، سكشن 2 الطاي تكتب على الطاي سكشن 2، سكشن 3 الهانجر تكتب سكشن 3، لو هتعرف عامل سكشن 4 تكتب على سكشن 4 4، فاهمني؟ تمام؟ المهم تعالى نشوف التسليح، انا عايز احط التسليح الطولي تمام؟ التسليح الطولي نبدا بالجردل، الجردل هي الاساسيه بتاعتي تمام؟ تسليحها الاساسي سفلي ولا علوي؟ بص ده المومنت بتاع الاحمال الراسيه، الاحمال الاساسيه بتاعتك سفلي. الاحمال السكندري لودز اللي هي الاحمال السكندريه تمام؟ تلاقي يا اما الجردل يبقى عليها مومنت سفلي، مومنت سفلي يزود المومنت الاساسي. يا اما يبقى عليها مومنت علوي على حسب الفيرسب اللودز اللي عليها تمام؟ فيا اما المومنت علوي يقلل من ده وممكن ده يتعدى ده فيقلبه كمان علوي. فالمومنت الرئيسي هو سفلي علوي بس الاساس بتاعك سفلي صح؟ بس برضه هراعي ممكن يبقى في حاجه محظوظه تمام؟ طيب فانا تبدا بالسفلي وليكن الجردر وليكن الجردر طلعت 4.16 سفلي من التصميم تمام؟ طيب فاروح انا ارسم التسليح السفلي وادي التسليح السفلي اخليهم يتقاطعوا مع بعض كده واكملوا يعني السيك اروح اكسره واكمله ولا اعمل له ايه؟ نعم؟ مقص الله يصبر عليك ده لازم مش ينفع انا لازم مقص ليه؟ لان قوه من ناحيه الاستراكشر قوه الشد وقوه الشد اللي حصلتها هتكسر الكبر الصغير ده. انا عايزك تفهم سلوك المنشأ مش بس استراكشر وخلاص، انا عايزك تفهم السلوك الجلدر دي نتيجه الاحمال كده صح؟ شايف ايه دي؟ عايز يكسر تحت
فانا السيخ بتاعي بدل عند الكسره بكسره مع الكسره بيجي يكسر الكسره معايا اكتر، بعمل له ايه؟ بشتت قوه الشد، اشتتها ادخلها في عمق الكاميرا. ده المعنى العلمي بتاع المقص، تمام؟ ان انت بتشتت قوه الشد، فبدل ما هي كلها ناحيه الكفر، تمام؟ تروح تشتت ده تدخلها في عمق الكاميرا لجوه، وده تدخله في عمق الكاميرا لجوه، هو ده المقص. فاهمني؟ بحسب ازاي طول المقص؟ المفروض من مسافته من سلك الرباط ده تقيس 60 فاي، الانكورج ليتس او الديفولوبت ليتس، تمام؟ لو 60 فاي يعني ان ده متعرض لشد، تقيس ده. قضى 60 فاي وقفه، ما قضاش كمله كمان، بحيث ده زائد ده يبقى 60 فاي. حد فاهم حاجه؟ طيب الوان ده هيكمل ازاي؟ هيمشي لحد ما يوصل لهنا، واروح اديله هنا، مش المومنت هنا بزيرو اهو، فاروح اديله مسافه الرباط صح؟ تمام؟ طيب طالما عملت احصائيات مش هنسيب فبرد، يعني فبرد هات تعالى فبرد كده. اي سيخ تعمله فرده، تمام؟ ده 4 باي 16. انا بقول لك الفيتال ميستيكس اللي بتحصل، اول فيتال ميستيك حصل في الكونكريت دايمنشن، دايما الطلبه ثالثه مدني ورابعه مدني دايما ترسم بسكيل اللي او وتيجي عند السوق ترسمه بسكيل اكبر او اصغر. فاهمني؟ دي اول فيتال ميستيك، ده فيتال ميستيك ما فيهوش يعني مش هعديهولك، تمام؟ دي اول حاجه. ثاني فيتال ميستيك في التسليح، ثاني فيتال ميستيك في التسليح اللي بيحصل، ادي السيخ طوله كده، تمام؟ الاقي واحد مفرده لي كده، هتاخد صفر في الرسم من قبل ما ابص على باقي الرسمه، هتاخد صفر في الرسم في التسليح. ليه؟ لان تفريده الاسياخ مش هنصير بتبقى بنفس الطول، تفريده الاسياخ بتبقى بنفس الطول، ادي اللي بحذرك وبقول لك، تمام؟ عشان ما ترجعش تزعل من درجات الرسم، تمام؟ طيب بتفرد بنفس الطول، تمام؟ انا ما بتعاملش مع طول الطول المدني، انت تاخد ثالثه مدني دلوقتي، تمام؟ وبالتالي هنشوف المنظر ده هتاخد صفر. ليه بنفرد بنفس الطول؟ لان انت مش هتصير ما بتعملش لوحه تصميميه، تعمل لوحه تنفيذيه كمان اللي هي ورك شوب، ورك شوب درونز. يعني ايه ورك شوب درونز؟ لوحه تنفيذيه يعني شوب درونز، يعني شوب درونز لوحات ورشه، يعني لوحات ورشه اخد اللوحه اديها لحداد يقطع عليها في الورشه، صح؟ تمام؟ طيب هتفهم الكلام ده لما تتخرج، لما تعمل لوحه هتلاقي مهندس التنفيذ بيطلب منك فايل الكاد بتاعها، ليه؟ عشان عايز ياخد فايل الكاد يشوف التفريده بتاعتك، يقيس طول التفريده يقطع عليها، انت لما فرد له غلط تمام. ودي مهمه المكتب الفني بقى في الموقع، يقعد يراجع اللوحات ويشوف لو فيها مشاكل. فاهمين مش فاهمين؟ فالمهندس الشاطر اللي بيطلع لوحه مظبوطه ما حدش يعدل وراه، تمام؟ طيب فيبقى اتفقنا على الفيتال ميستيك ده، تمام؟ ده انت رسمته، يبقى تعالى نفرده اهو. ده 4 × 16 ده لازم يبقى نفس القيمه، تمام؟ طيب التسليح العلوي بتاع الجردر، انا لما صممتوه انتوا الجردر خدتوا الالفا بكام في التصميمات؟ تصميمها 8 من 10. وبالتالي في الغالب التسليح اللي فوق ده لو كان ده 4 يا اما 3 يا اما 4 على حسب التقريبات، فوليكن 3 مثلا، فاروح انا ارسم ال 3 اكسرها ولا اعملها مقص ولا كان حاطط اكسرها عادي، اكسرها عادي مفيش اي مشكله، لان اهو لو الشد كله بره، اهو لو الشد كله بره وحصلته لجوه ما عنديش اي مشكله، هو بيتشد بيضغط لجوه فما فيش اي مشكله، تمام؟ واروح اديله مسافه رباط واروح اقول يبقى ادي التسليح. دي ليه وقفت هنا بعيد عني؟ رغم ان هو واقفين على نفس المكان، لان انت يعني ايه بتفرد حديد؟ يعني ايه بتفرد حديد؟ يعني بتوسعهم عن بعض، بتوسعهم عن بعض، فانا وسعته اهو، حركته كده، حركته لفوق ويمين فوسع عنه، لكن مش معنى كده ان دي بعيده عن دي في القطاع، تمام؟ طيب المهم الطول يا باشمهندس، المهم اقيس ده يبقى زي ده، ده يبقى زي ده. طب انا هقعد اقيس وراك في اللوحه، مش هقيس وراك اي حاجه، بس انا هعرف انت مفرد نفس الطول ولا لا. هقول لك انا هعرف ازاي عشان ما تعمل، عشان تراعي الكلام ده، ماشي؟ هقول لك وانا تمام. تعالى كده نشوف تاني حاجه في التسليح. انا هبدا معاك تسليح الطايش العمود. ليه بقى؟ كونكشن الطاي مع الجردر اهم كونكشن في الكفرنج سيستمز عشان تبقى عارف، تمام؟ طيب فتعالى كده نشوف، انا ارسم لك الكروس سكشن بتاع الطاي. فاكرين لما طلع 30 في 30 و8 في 22؟ واحد يحط ال 8 في 22 4 فوق و4 تحت، صح؟ واحد يحطهم 3 تحت، 3 فوق 3 تحت و2 في النص، صح وافضل كمان، صح وافضل. طب ليه؟ كل ما يبقى ثلاث صفوف
كل ما يبقى افضل. طب معنى كده لو صفين غلط قلت لك صح تمام، بس افضل ثلاث صفين. طب ليه؟ تعال نشوف الصف الاولاني اهو انا 3.12 تمام. تمام انا عايز امشي الصف الاولاني ده ازاي؟ عايز ادخل انت اسال نفسك، بص يا باشمهندسين انا عايزك تفكر معايا في التسليح او منشا او اول مره تشوفه، تعال نفكر تسلحه ازاي. تمام انا ممكن ادخل ارص لك الحديد واقول لك شوف انا ما متخصص تسليح، انت بتتعامل بتفهم. الطاي ده بيشيل ايه؟ بيشيل شد ايه اللي جاي من الجردة؟ مش الجردة كان عليها مومنت ولما القواصت عملت شد تحت شال الطاي، يبقى هو بيشيل شد جاي من الجردة صح؟ يعني انا عايز حديد الشد، حديد الطاي يدخل في العمود ولا في الجردة؟ في الجردة. تمام طيب هل ينفع اكسره وامشي كده؟ طب ما هيكسر الجردة زي ما اتفقنا، فلازم نشدده يا تعمله مقص. تعمله مقص يعني ايه؟ يعني تجيب توقفه هنا وتربطه كانه مقص معدي، يا اما الاقوى انك تعمله كده مسيح. تمام يبقى السيخ لما اجي افرده لك هتشوف يعني المفروض كان كروس سكشن تبعدها شويه بس المهم تمام كده. تمام فده ده اكتب عليه كام من السيخ ده؟ 3.22 تمام. طب الثلاثه اللي تحت تعال نشوف هنمشيهم كده، عايز ادخلها في الجردة، ينفع اتصل وامشي عادي ولا في مشكلة؟ عادي تمام اهو، اتصل واروح امشي. اوقفه فين هندسة مثلا؟ طب المسافة دي كام؟ المسافة دي المفروض علمية، بص أنا هقول لك أنت خدها متر متر ولا متر 20 ولا حتى متر ونص مفيش أي مشكلة، تمام؟ بس هي علميا بتتعمل إزاي يعني طبقا نقول؟ أنا إيه الموضوع؟ مش أنا بربط السيف ده مع السيف بتاع الجردة، بربطهم ببعض عشان القوة تتنقل للطاي، فلازم يتربطوا ببعض، فبنسميها اسمها مسافة القوة. مش ملهاش دعوه بالايه؟ ملهاش دعوه بالانكرج لينس، يعني الديفولوبد لينس او الانكرج لينس ده عشان عند اي نهايه مومنت لازم اديله مسافه رباط عشان ما ينسلخش، لان دي نهايه الشد لازم اديله مسافه رباط يتماسك في الخرسانه، فاهمني؟ تمام؟ دي حاجه، لكن مسافه الركوب دي 40 فاي قيمتها في الكوب، تمام؟ دي مسافه ليه؟ علشان اربط سيخ مع سيخ، حتى فاهم حاجه؟ فالمفروض 40 فاي انت خدها يا عم انت متر 20 مش اي حاجه وسيب هيبقى مور سيف على مسافه. طيب يبقى ادينا تعالى نفرد ده دي هتبقى كام؟ 3.22. طب ليه ده ما وقفش هنا؟ بعد ماشي ما احنا ما طلعناش بعدته تحت، ده تحت بيبعدك افقي وكمان انا بعدت افق عشان ابعد دي عندي، اهي دي التركات اللي انا بشوفها تمام؟ يعني انا لو لقيتك عملت ده كده انا اتبسط. انا اصح ليه؟ لان انت يعني ايه هو ممتد عندك بعيد عنه ولا نفسه؟ ما هو الطول ده نفس الطول ده، وانا لما بعدتهم كده يبقى لازم يبعد هي دي تركات التصريح. ولازم اخد الطول ده غير ما يصورها نعم؟ لازم اخد الطول ده نفس الطول ده؟ ايوه لان انا عايز ما لازم مسافه الركوب هنا نفس مسافه الركوب، ما نفس القانون ما هي هي. لا ما حضر قلت ما ممكن متر حاضر حاضر ماشي، انا قلت لك زودها كمور سيف يبقى ما هتزودها هنا هتزودها هنا، فاهمني؟ هي علميا دي زي دي ليه؟ لان 40 فاي هنا زي 40 فاي هنا، انا قلت لك زودها شويه ما هتزودها في اثنين ولا هتزودها في واحده واحده، لا مش الاثنين شايلين الشد صح ولا مش صح؟ تمام؟ طيب السخين اللي هنا السخين اللي هنا ماشيين في سنتر طيب ماشيين في سنتر تمام؟ ويجوا يقفوا تمام؟ هل انا محتاج مش محتاج ادخلهم في الاليفيشن في الطاير بس انا ليه وقت؟ يعني ايه النقطه دي؟ معنى كده ان السيخ كسرته افقي، شايف بص انا هعمله ازاي السيخ؟ هيمشي كده وهروح اكسره ادخله في جرده افقيه. اه تاني حاضر السيخ ده سيخ وسيخ، شايف السيخ ده؟ همشيه ويجي عند الجرده اكسره افقي ادخله في الجرده الافقي، السيخ التاني يمشي كده واكسره ادخله في الجرده الافقي. يبقى انا كده ضمنت، شوف دي فايده الصف التاني، ضمنت ان حديد الطاي جزء منه دخل في الجردة الافقي والجزء الثاني دخل راسي، كده بالمعنى البلدي كلبش في الجردة. الجردة هتتحرك نتيجة للأحمال، عايز يعني عايزة يحصل لها هوريزونتال ديفورميشنز كده، أول ما تيجي تتحرك كده هتتمنع من الحركة، يعني تتمنع عشان الحديد اللي مكلبش فيها ده هيروح يتشد، فاهمني؟ وهرجع وأقول لك الجملة اللي بقولها الطلبة الثالثة ورابعة، مشكلة المهندس الإنشائي إنه ممكن يجي يصمم على حاجة، يعني أنت جاي في الاستراكشر حطيت الأحمال وصممت إن في كون شد هنا، اتنقلت للطاي، ده
تمام. هل في الطبيعه انت ضامن الحكايه للطاير ولا مش ضامن؟ هي دي المشكله الكبيره، هي دي المشكله الكبيره. هل في الطبيعه سلوك المنشا هيسلك نفس السلوك التصميمي ولا لا؟ تمام. طالما انت صممت انها هتتنقل للطاير يبقى لازم تنفذه كده، والا هيبقى في تمستيك. تمام. انفذه ازاي؟ كونكشن دي اهم كونكشن. حديد الطاي يمسك ويكلش في الجردل عشان اي حركه ليها تشد الطاي. شوف حتى بالمعنى، اي حركه ليها تشد الطاي لان هو مربوط بيها صح، وبالتالي يمنع. لكن لو ما اتنفذتش صح الكونكشن دي، تمام، الكول اوف باث اللي العمود هيتولد هجوم التضخ، يحصل اوفر تيرنينج للقاعده المنشا ينقص. فهمتوا؟ تمام. حديد الطاي ما تقدرش تكمل حديد الجردل بدل ما تضغط على الطاي. حديد الطاي ما الحديد الطاي بدل ما نوقفه كنا كملنا الجردل ولا غير الاربع كبيره الاربع فاصله بتاعه الجيردر الاساسيه. عايز يستغل ثواني ثواني قصدك ان انا عملت كان خطه ده ولا انت ايوه كده كده اه يعني اكمله فين لحد الجيردر خليه هو التسعير. طب هتكمله لحد فين قول لي؟ عايز اخليه يعتبر هو ثواني ثواني. انا عارف انا عارف عايز هتكمله لحد فين ان احنا اللي هو المال. حاضر. بس انا مش هكلمك على الكرافطه لانها صعبه، هكلمك يا عم على الاسهل اللي هو ده. تمام. عايز تمده لحد فين؟ لحد ما يكون لحد فين يعني؟ يعني يمشي بايل ويمشي بعد كده حاضر. بس ثواني بس ده مش توفير، ده سيكو ماجيك شاي. ليه بقى؟ هقول لك ليه. لما تكمل لي ده اولا 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 مش هقول لك التنفيذ صعب، انا هقول لك على التنفيذ في الاخر. خلينا من ناحيه التصميم، خلينا من ناحيه التصميم. كده كده انت هتضطر توصل صح، هتكمل تمشي المايل ده كله وتروح تكمله وهتوصله هنا مع الحديد الافقي صح. طب انت هتوصل عند الماكسيموم مومنت، دي أول حاجة، دي أول حاجة. بس ثواني، يبقى أنا لما وصلت هنا وصلت عند المينيمم مومنت، ما وصلتش عند المقصد. دي أول حاجة تصميمية. تاني حاجة تنفيذية، الكلام ده هتفهمه لما تنزل تنفيذ. الموضوع ده صعب جدا يا باشمهندسين. لما تيجي تكسر حديد، أنت إزاي بتكسره في الطبيعة؟ بالتناية بتاعت الحديد بتتنقل، تمام؟ طيب تخيل معايا سيخ طوله كام؟ دي 8.5 متر في المسافه بتاعتي؟ واطلع بالطول المايل ده، شوف جذر التربيع ال 2.5 تربيع زي 5.5 تربيع، تمام؟ اسمعوني بس، شوف طوله كام؟ السيخ قول مثلا هو طوله هيبقى كام؟ يا عم اكتر سيخ كام؟ 12 متر؟ 12 حاضر 12. انا هبني منه كام؟ 8.5. تخيل ماسك سيخ في الطبيعه، عايز افهمها دلوقتي حتى من قبل ما تنزل، ماسك سيخ 12 متر، تمام؟ انا مش هقول لك انه تقيل، يا عم جبت عمال شغل، تمام؟ بس اسمعني، جايه اتنين، اتنين ازاي عند التنايه؟ هاجي عند التنايه دي اتنين، تمام؟ كل ما بيزيد الطول كل ما بيزيد الوزن، انت متخيل هيقل ازاي الوزن بالشكل ده؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، طول 12 متر وانا بتني، تمام؟ ده عايز دايره نص قطرها 12 متر حواليك، محدش في الموقع يتحرك فيها، لان بتني والا هعور اللي حواليا، ده السيفتي بقى في الموقع، فاهم اللي انا بقوله ولا مش فاهمني؟ وبالتالي لا، انا براعي التنفيذ. اي سيخ بيتني لازم ما يبقاش طويل. تاني وبالتالي اهو تنيته يبقى يمشي المسافه دي. ومن الناحيه الانشائيه من ناحيه التصميم افضل، لان انا وصلت هنا. متفقين معايا؟ انا عايزك تفكر معايا، انا عايزك كل ما تيجي في بالك تفكير قول لي عليه عشان اقول لك الصح. فاهمني مش فاهمني؟ التسليح ده تفكير يا باشمهندسين، مش هدخل ارسم لك الحديد وتحفظ، ده مش حفظ، التسليح تفهم. تمام؟ يعني احنا كل تفكيرنا غلط. طب انت تفكيرك في ايه؟ طب قول لي تفكير ايه؟ لا يا عم اي تفكير يجي كله انا بقول لك استعمل كله متفق معايا. طيب ادي السكين، تمام؟ ادي السكين ماشيين كده، دول اثنين فايل 22 ما هنشوف دلوقتي، هنشوف دلوقتي ده الفيجن. طب انا عايز افهم الحداد لان انت نعم ايه؟ حديد الطاي ملوش، ما هو كله مشدود بنفس القيمه، هو لازم يتوصل ده 17 متر، ملهاش حل. توصل في اي حته، عايز توصل في الميكس بان براحتك، عايز توصل عند التلت براحتك. نعم؟ لا ده انت بتتكلم عن حاجه عليها مومنت. ايوه انا عارف الفكره. طب مال الكاميرا الطاي؟ يا عم اسمعوني بس، انا بكلمك انت فكر معايا. الطاي عليه اجهادات ايه؟ شد ثابته،
هل بتقل عند الكاميرا عشان اوصل عندها؟ ما هي ثابته بنفس اجادات الشد، يبقى وصلت في الميد سبان صح، وصلت هنا صح. لما تيجي توصل الوصله بقى بتبقى بتراعيها، لو انت مش عايز تقفل ما لقيتش طلب، مع المفروض طلبيه خاصه تختلف عن طلبت طلبيه خاصه تمام، ما لقيتش طلبيه خاصه تمام، اوصل على طلب الحني عم ما وصلت الحق صح، بس تتاكد ان الحديد دي دبليو تمام، يبقى لا بس كده ولا في بتزيد ولا مسافه الرباط مسافه الاتحاد فوق 60 فاي نفس مسافه الرباط ما بتيجي مسافه الرباط كده ومسافه الرباط كده فاهمني، عشان تبقى فاهم حاجه على انا بره بصراحه بحاول اامن نفسي، انا ممكن اقول لك 60 فاي ممكن اخدها اكتر من ازود الوصله اكتر كل ما بتزيد كل ما تقل نعم، فلو في حاجات معينه زي الطايحه زي ما خاف منها فاهمني بزود عن الكيوب الصراحه لان التنفيذ سيء جدا طبعا، بس المهم فانا كده طب ده الاليفيشن انا عايز ابين للحداد، لان المهندس اللي بيعمل اللوحه ما بيبقاش شرط يبقى هو المشرف على التنفيذ، انا ممكن شركه بتعمل لوحه تصميميه والمشرف على التنفيذ شركه ثاني، فانا مش هبقى معاه في الموقع، فعايز ابين للحداد ان الكيوب ده هيعمل فيه ايه فاهمني تمام، فلازم تبينه له في البلان تروح ترسمه تحت اهو كده، الحديد ده اهو شايف عند الكسره دي هنروح نكسره ونمشي كده، ده 1.22 طب الثاني نفس الكلام ماشي كده، وهنيجي نكسره ونمشي كده ده 1.22 ابين له اكتب له ان ده بلان يعني هيتكسر في الافق تمام، واحيانا كمان يفضل تبقى رسوماتك واضحه يعني ممكن تحط تفاصيل اكتر، دي مثلا بي ودي بي ودي سي فاهمني تمام، تقول له والله ده اللي هو التسريح بي بتاع الطائر صح، واخد سيخ منه كده كسره في البلان في البلان وسيخ ثاني هو كسره في البلان وكاتب على دول انفيشن مش عارف كتب انفيشن تمام كده، طيب حد يقول لي كده عرض ده كام اللي هو عرض بتاع الكسره، بص التي بي اللي هي بتاعت عرض الطائر يا عبد الجردر يعني ما انا بكسره وبدخله في الجردر يبقى دي عباره عن البي جردر الكفر مش النص، ما هي بتلف بالعرض كله فاهمني، والتاني بيلف بالعرض كله تمام، فده اللي هو بيجي له الرصدين كامل فاهمني تمام، بس كده عشان تبقى فاهمها يعني تبقى متخيلينها معايا، يبقى انا كده حديد الطاي لسق افقي وراسي في الجرد تمام، طيب بعد كده بقى لنا حديد العمود، حديد العمود تعالى نشوف احنا بنسلحه ازاي، ادي العمود مثلا اهو والعمود الحمل عليه ريفرسبل، فاكرين لما جيت صممت العمود خدت الافق كام؟ واحد تمام، فلو طلع 4×16 هيبقى ده 4×16 تمام، طيب تعالى نبدا كده، لو العمود اللي عزم عليه الازرق دي لحاله التحميل للرياح كده والاسود دي حاله تحميل الرياح كده المفروض بدات تفهموه خلاص تمام، طيب فانا لو الرياح كده هيبقى التسريح الرئيسي اللي عليه المومنت ده اهو ماشي كده، مش انت ناقل المومنت في الاستراكشر بتاعك للجردر يبقى تدخله مسافه تمشي مسافه كام تمام، عايز تمشي مسافه لحد الطاي مفيش مشكله، عايز تمشي مسافه اقل منه مفيش مشكله، ليه؟ لان المومنت ده قليل في الاستراكشر فاهمني تمام، فبالتالي انت ماشي عامل لحد مسافه الطاير بقى يبقى ادي حديد العمود بص الاقي ده موازن ده تمام، يبقى ماشي كده يبقى ده كام 4×16، طب افرض الرياح اتعكست بدل ما هي كانت كده اصبحت كده يبقى العزم اصبح داخلي للعمود، طب نقومه ازاي؟ بال 4×16 الثانيه، طب ال 4×16 دي المفروض تمشي داخليا في الجردر، ما ينفعش اعملها كده برضه عشان لان دي اسمها اوبن، فاكرين الاوبننج جوينت والكلوزنج جوينت؟ علشان الكلوزنج جوينت تروح تعمل مقص زي دي بالظبط، ما دي كلوزنج جوينت تمام؟ وبالتالي نطلع كده، بص ركز معايا، نطلع كده ونوقع تمام؟ وتربطه بالسيخ بتاع الجردر، يبقى انا كده كان ده مقص مع ده، صح؟ اتربطوا مع نقل قوه الشد بطريقه غير مباشره، شتت الشد لعمق الكاميرا جوه. فاهميني ولا مش فاهميني؟ تمام؟ طيب هتقيس من مسافه الرباط من مسافه لما ربطتهم مع بعض لحد فوق، لو دي كفه ال 60 فاي كده بها، ما كفتش تروح تمده كمان تاني. حد فاهم حاجه؟ تمام؟ طيب وبالتالي تلاقي التسريح ده مش تمام؟ ممكن واحد تكفي معاه، واحد ما تكفيش يروح يبص على ممكن واحد ما يكفيش يروح يمده كده. فاهميني ولا مش فاهميني؟ تمام؟ طيب ده اللي هو انا عايزك تفهم تسريح مش عايزك تحفظ. يبقى ده 4×16. طيب هل الحديد هل العمود يكون قال لك العمود مع عليه قوه ضغط؟ سيبك دلوقتي من قوه المومنت الخارجي والداخلي تمام ومعاه قوه الضغط برضه، هل الحديد يكون قال لك العمود ممكن يمشي 80 سم من غير اعمده داخليه؟ ما
الكلام ده اكبر مسافه ما بين 25 سنتي مش كود قلب مواصفات الكود ركز معايا في مواصفات الكود لان الكلام ده المفروض تبقى خلاص عرفته في ثانيه لحد وقت المهندسين بتتخرج ومش عارفه مواصفات الكود بتقول لك ايه في الاعمده الاعمده دي مهمه جدا ده اخطر عناصر الاعمده بيقول لك الكود بيقول لك ايه اكبر مسافه ما بين سخين طوليين في العمود لا تتعدى 25 سنتي حتى لو انت حسبت على دول شايلين النورمال اجباري تمام يبقى 25 سنتي طب تحسبها ازاي هتقول لي كام هتقسم ال 8 من 10 يعني على 25 من 100 يطلع كام مسافه كام 3 وشويه يعني هتاخدها كام مسافه 4 23 يعني كده هناخدها 4 مسافات يبقى ده 4 مسافات صح طيب واحد تاني يقول لي ايه لا حسابك مش دقيق ما ينفعش اقسم ال 8 من 10 على 25 من 100 ايوه احسب معاه بالظبط وهريك ممكن تفرق ولا لا تعال نشوف خد احسب 80 سنتي اخصم منها 2.5 سنتي في 2 كام ناقص 8 من 10 في 2 اللي هي كام ناقص لو بتحسب بالظبط ناقص 1.6 من 10 صح نص قطر ونص قطر لو بتحسب بالظبط يطلع كام ده كام 8 من 10 ناقص 8 من 10 في 2 ناقص 1.6 من 10 اللي هو نص قطر ونص قطر سيخ ما هي المسافات من ميدان سيخ بتتقسم لسنتر السيخ لسنتر السيخ 71 8 من 10 سنتي 71 وكام؟ 8 من 10 8 من 10 الكلام اللي انا بقوله ده مش مهندسين انا ممكن ما ركزش معاك في التسليح بالظبط لكن انا بشرحه لك لان الكلام ده مهم جدا بره المهندسين بيتخرجوا ما بيبقوش برضه عارفينه كويس المهم 71 و8 ده اللي هقسمه على 25 سم صح؟ هيديك كام مسافه؟ 2 وكسر شايف اللي بيحسب بدقه ممكن يوفر على الملك سخين انت السخين ده ما تستهترش بيهم ابدا تمام؟ وبالتالي تخليهم ايه؟ طبقا لكلام الكود هنديهم ايه؟ ثلاث مسافات فقط. ممكن تيجي تحسبها تقسم ده او تقسم المسافه الصافيه تلاقيها ما فرقتش اديتك عدد نفس العدد على حسب الابعاد وعلى حسب التجربه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ بس انا قصدت اجيب لك المثال ده عشان تشوف ان الحساب الدقيق بيفرق معاك ممكن يفرق معاك ازاي. تمام؟ طيب يبقى اصبحت المسافه بالظبط كام؟ ارجع اقسم دي على ثلاثه. اقول لك ليه عايزني دلوقتي. لا ما هي المسافه بتتقسم من السنتر للسنتر فالقطر مش داخل معايا اصلا ال 250 مللي او 25 سنتي بتتقسم من سنتر السيخ لسنتر السيخ فاهمني؟ اطلع كام؟ 23 93 طب يبقى انا كده التزمت ان اكبر مسافه لا تتعدى 25 سنتي طب الكنات بقى الكنات الكود قال لك ايه في الكنات؟ حد يفتكر؟ لا لا في مسافات الراس انا بتكلم في اتجاه الكروس سكشن عامل كانت ازاي تمام الكلام مسافه لو خدت ما ينفعش بالنعم وعلى فكره الكود ما قالش المينيمم 5.8 هقول لك عليها بس اصبر عليها اصبر عليها بس هقول لك عليها ليه القانون بتحسب منها تمام طيب يعني ممكن على حسب القطاع الضغط تلاقي المينيمم 8.8 مش 5 تمام بتتحسب ازاي فاكرين النيو مينيمم بتاع الكنات بتساوي حجم الكنات في استرات على الفي كونكريت الكلام ده فاكر يبقى العمود اهو وتاخد طول مثلا 1 متر تحسب حجم الكنات اللي فيه على حجم الخرسانه لا يتجاوز النيو مينيمم وعلى حسب الكود بقى بيديك نسب النيو مينيمم فاهمني ولا فاهمني ممكن تعوض الشرط يطلع 5.8 يعني بقول لك نعم القانون بتاع كيو 1 بيطلع 20 ايه الشير؟ القانون بتاع الشير انا لحد دلوقتي بتكلم على ان الكنة هي ايه وظيفه الكنة في العمود؟ تربط على السياخ اي حاجه بتحسب العمود برضه بتربط الاسياخ بتربط الاسياخ بتشيل الشير دي حاجه فرعيه ماشي حاضر ايه الوظيفه الاساسيه النورمال لما يفتح الاسياخ تمنع اللوكال باكلينج من الاسياخ دي حاجه ايه الوظيفه الاساسيه الربط ايوه الربط بتربط الاسياخ غير الاسياخ عشان احنا خلاص هي بتمنع اللوكال باكلينج اتفقنا والله متفق معاك على كده سيب الاسياخ على جنب هي وظيفتها ايه الخرسانه زي ما بيقول زميلكم زي ما بيقول كل ما بعمل الخرسانه دي الكانه دي سيبك من السيخ الراسيه دلوقتي خلاص اتفقنا عليها الكانه دي يا باشمهندسين بتحسن الخرسانه مقاومه الخرسانه اللي في الكفر اقل من مقاومه الخرسانه اللي في الكور اللي جوه الكانه تمام وبالتالي الكود قال لك ممكن نضطر ان هو نعمل كانت تاني عشان ما ينفعش نخلي الخرسانه المحصوره كلها في كانه واحده نقسمها تلاقي الكانه دي الخرسانه دي محصوره بالكانات دي
الخرسانة دي محصورة كانت فاهمين ولا مش فاهمين؟ عشان كده كل أباء قال لك إيه؟ ما كل ما تزود التحزين كل ما بتزيد الكباستي الرأسية الأكسل بس صحيح؟ عشان كده كل قال لك المسافة ما بين سيخ مربوط بكامل وسيخ غير مربوط لا تتعدى 150 ملي لا تتعدى 150 ملي اللي هي 15 سنتي تمام؟ يعني نقدر نوصل لإيه؟ مسافة بين الكنات لا تتعدى 30 سنتي تمام؟ تمام؟ وبالتالي كود قال لك مسافة ما بين سيخ مربوط بكامل وسيخ غير مربوط لا تتعدى 15 طب دي تعدت 15 يبقى لازم تكون مربوطة مربوطة ليه؟ علشان الاثنين الحديد والخرسانة عشان كل السؤال ده ما حدش قال لي خرسانة خيرك انت عشان بعد تمام كله يقول لي حديد يا عم حاطط بتمنع والله لو كان باكل الحديد ماشي بس اساسها الخرسانة اللي لحد دلوقتي الناس مش عارفه يعني ايه الكلام ده بالخرسانة اساسا امال انت ليه طلع تدعيم دلوقتي الاعمده اللي هو الاف ار بي الفايبر من فورس بوليمر سمعت عنه الشيت ازاي يا عم ما سمعتش عنه ادعم الحديد ده لما اعمل له قميص خرسانه اروح الفه بشيت فايبر من فورس بوليمر طب انا ليه بلفه لان الكونفاينمنت بيزود الكباستي بيبقى اقوى من الكاهه كمان فدي فايده الكلام ده الفايده الاساسيه وبعد كده نتكلم نقول بتمنع لوكال باكلينج ونتكلم نقول والله لو عليه شيل تشيله فاهمين ولا مش تمام طيب وبالتالي كده طلع عندنا طب اقل قطر كام اسياب في العمود 12 يكون قال لك ما تستخدمش اقل من 12 في العمود وبالتالي ده 12 وده 12 تمام يبقى تروح الاتوم كده يبقى انت المفروض تفهم شكل الكروس سكشن ازاي عشان توقعه هنا. طب الاسياخ دي محتاجه ادخلها في الجردر؟ طب ايه السبب العلمي؟ جاوبت سبب علمي، ليه ما تدخلهاش في الجردر؟ الاسياخ دي محتاج تدخلها في الجردر؟ مش محتاجه تشيل. ليه؟ انا مزودها. ايوه لان انا الاسياخ اللي بتقاوم المومنت فهتدخل في الجردر يعني بتقاوم المومنت. ما هي الاسياخ الخارجيه مش المومنت الخارجي يبقى دي مالهاش لازمه، ده السبب العلمي. جاوبني هديك دي الاجابات اللي لما تتسال فيها في التربيه بتبقى عايز اجابه زي كده تمام؟ طيب وبالتالي دي 2012 ويقف خلاص 2012 فاهمين ولا مش فاهمين؟ تمام؟ طيب دايما هتلاقي اول حاجه من اي حاجه بياخد وقت يعني بس انت دخل سكشن كام هتلاقي هتلاقي الارشف عارفين الارشف ده هناخدها المره الجايه هخلصها لك في سكشن ان شاء الله تمام؟ كل حاجه دي تمام؟ فهي بس عشان اول نظام واول تسليح انا عايزك تفهم الميكانيزم وتطبق عليه الباقي تمام؟ طيب ايه اللي ناقص تاني؟ اللي ناقص حديد الهايبر اخر حاجه ركز معاها اربعه فايسات فاكرين في التصميم كان اربعه فايس 16 معظمكم اللي عنده كان بلاطه واحده او يعني بلاطه كلها مثلا فوق الهايبر طلع معاك كام؟ اربعه فايس 12 صح؟ تمام؟ لكن هنا ليه طلع اربعه 16 عشان كان شايل سكند تاريخي صح؟ طيب يبقى الاثنين فايس 16 اهو والاثنين فايس 16 اهو قولوا لي انتوا كده من خلال خبرتكم في التسليح امشي تسليح الهانجر ده امشيه ازاي؟ يعني همشيه على حديد الجردر مش الهانجر مرتكز على الجردر يبقى يفضل تمام؟ ان حديد الهانجر يطلع فوق حديد الجردر ويمشي فوقيها مش مرتكز عليها؟ تمام؟ طب لو اتنفس غلط مثلا اتنفس تحته ما هم كده كده مربوطين بس بسيركل بعض مربوطين ببعض فكده كده هيتعلق عليه غصب عني بس هو لو من البدايه يفضل يتعمل صح حد فاهم حاجه؟ لكن لو اتنفس تحته كده كده متربطين يا باشمهندسين تمام؟ زي بالظبط اللي دايما المهندسين يتخانقوا بره على الفرش والغطا لو انت عندك بلاطه في الاستلام وعكس الفرش على الغطا ايه الفرق؟ ايه اللي هيختلف يعني تصميميا؟ بس كده بس عشان تلاقي المهندسين بيضربوا بعض بره على الفرش وانا شفته بعيني كاستشاري كان مستعمل مقاول المقاول عمل التسليح بتاع السقف كله وكان في كام باكيه عكس الفرش على الغطا صوره السلاب عاديه تمام؟ قال ويشيل التسليح انت عارف يعني تشيل التسليح عارف التكلفه على المقاول ازاي؟ تمام؟ بعد ما اقطع بالاطوال وهيتهدر معاه قد ايه هتفهم الكلام ده في اداره المشروعات تمام؟ المهم فتخيل يعني الاستشاري مخه لما هو ما يبقى انت فاهم يعني التصميم لما بتتكلم وبتقول غلط تصميمي ولا غلط تصميم ولا حاجه مش بسيط فرش غلط تلاقي كل الجروبات الفرش فين والغلطه فين يا عم ماشي لو بتنفذ من البدايه اعمل الصح الفرش في اتجاه المومنت الكبير لكن انت عكستهم اعمل ريديزاين وارجع بدل ما واخد الدبس
كان تمام. كان مثلا لو سوليد سلاب 16 مثلا واخد الدبس 14 يا عم نقصه بمقدار القطر 1 سم ولا 1.6 ارجع شوف هيطلع 12 و4 سيف ولا ان سيف. خلصت على كده. هل هو ده تفهم على الاساس عشان تفهم تلف الصح تمام. طيب بعد كده يبقى انا طيب يبقى انا كده فهمت ان يفضل يطلع فوق حديد الميوت. طب بعد كده تحت الوصله تحت شكلها ازاي؟ هنجمع طيب او مع السكندري بيم عشان بالظبط يفضل حديد الهنجر ينزل تحت حديد الطاقه. ركز معايا وريني التفريتين وقول لي انت هتعمل انهي. كل واحد على حسب الحاله بتاعته. يا اما تعمل حديد الهنجر ماشي كده هو متكسر كده مع الجبهه يجي يمشي كده، يا اما تعمله كله ستريت كده تمام ويجي التاني ده كده ستريت تحت حديد الطاقه وماشي مع الجبهه. تلاحظ ان دي نزلت تحت يبقى دي نزلت تحت. ما حدش يعمل الاثنين جوه. فاهمين انت الفرق مش نفس الطول؟ حاضر تمام. طيب يبقى ده 2 فاي 16 وده 2 فاي 16 تمام. واحد تاني ممكن يعمل لي تفريده تانيه فهمتي؟ نفس اللي فوق هو هو مفيش اي مشكله بس يجي يعمل لك تاني ده شيل الكاميرا ده. الله ينور عليك. لو عندك كاميرا اعمله لي كده. طب ليه بنلف حواليه؟ انت الرياكشن بتاع السكند ده بيبقى اخطر ولا بتاع وزن الطاير؟ انت فاكرين الدي اب بتاع الهانجر لما وزن الطاير والهانجر فاكرين الرياكشن السكند ده بيبقى كام؟ 16 كيلو متر لو فاكرين في مسالتي تمام؟ طب احسب وزن الطاير اللي شايله ده ولا حاجه بالنسبه ل 216 صح؟ يبقى انهي الاخطر؟ السكند ده بيب. يبقى لازم نلف حوالين السكند ده بيب تمام؟ ويطلع واحد ما عندوش سكند ده بيب تحت فما تعرفليش التفصيله دي اعملها لي كده عشان ياخد مسافه اكبر من الطاير. فاهمين ولا مش فاهمين؟ تفهم التسليح ما تحفظه ها؟ طيب يبقى ادي التفريغ اللي بتاعتها بس كده. يبقى كده انا خلصت الكلام ده. ايه اللي ناقص تاني؟ ناقص اللي هو فيه هنا اللي هو شرينكش بارز. شرينكش بارز هتقسم ال 8 من 10 على على ما تنزلش عن 30 سم زي ما انت خدت في الكاميرا وما تبقاش الشرينكش بارز ما تفرغوش زي ما خدت في الكاميرا بتحطه بس في قطاع الطول تمام؟ ماشي؟ وبعد كده ايه اللي ناقص تاني؟ بتحط الكنات. الكنات هتحط لي كنات هنا بتاعت الجردر والكنات بتاعت الجردر اهي. طبعا الكنات العمودية اللي بتتكلم زي ما اخدت كنات الهانجر تمام. ركز معايا. كثف فوق. كثف فوق ايوه تمام. طيب كنات الطاي اهي. كنات الطاي ولا الهانجر اللي بتكمل؟ لا الهانجر هو اللي شايل تمام. انت افهم يعني تكسير كنات يعني تركيز اجهادات في المنطقه دي. فين الاجهادات اللي متركزه هنا؟ راسي ولا افقي؟ راسي تمام. مش شايل وفي شكل وتركيز اجهادات هتكسر كنات هنا. هتفهم حاجه؟ تمام؟ طيب كنات الهانجر بتكتب عليها 5.8% مش محتاجها اصلا لان هي يا دوبك بتعلق ايه؟ الحديد ودي عباره عن علاقات حديد في الطاي بعد عليكم وتشد لكن الكنات في الكومبريشن ليها لازمه تمام؟ وبالتالي تروح تكتب على ده انت ما صممتش وما جبتش البي مينيموم خدها 7.8% ودي خدها 7.8% لان الجردر عليها كومبريشن ولا ما عليهاش؟ ده ما انا حولتها لكومبريشن اصلا تمام؟ فاهمين؟ بعد كده في النهايه عشان الكلام ده هتعمله في البيت تاخد كروس سكشن هنا سكشن واحد واحد في الجردر ترسم لي كروس سكشن تاخد سكشن اثنين في الطاي ترسم لي كروس سكشن الطاي هو ده تكتب لي عليه تاخد كروس سكشن في الهانجر وتكتب لي عليه تمام؟ واخر حاجه تاخد كروس سكشن في العمود وتكتب لي تمام؟ والكلام في العمود بنفس الطول على المكاس هو الناس واخد لا طبعا في تخسيف طبعا انا مش عايز ادخل في كل التفاصيل دي يعني انت بما العمود هتكسف اول متر من العمود كنات المفروض تتكسف كل 10 في 8% لان ده منطقه انتقال الحمل للعمود فلازم بتتكسف عشان ليه بتكسف؟ ليه بتكسف؟ عشان فايده الكنات ايه في العمود؟ بتحسن الخرسانه فتزيد الكراسي عشان ما يحصلش تهشيم من العمود فوق تهشيم كراشنج لوكال كراشنج عند مكان الانتكاسه نتيجه للستريس كونسنتريشن تمام وبالتالي بعد كده فهمتوا هي دي فايده الكنات فهمتوا فايده الكنات عباره عن ايه في الاعمده اللي بتتعطل عليها ضغط تمام وهكذا اخر حاجه في اللوحه اللي هتسلم لي بعدين تمام ترسم لي قطاع طولي الكاميرا السكند ده هل انا بينت تسليمه؟ ترسم لي قطاع طولي زي ما اوريك هنا في اللوحه تمام واخر حاجه طب واحد يقول لي تسليح الرب ده انا ما بينتهوش خالص امال المنفذ هينفذه ازاي؟ عارف يبان فين تسليح الرب؟ في الكروس سكشن واحد واحد صح؟ مش انت قاطع في الجردر والرب موازي للجردر هتلاقي القطاع كده
ادي الجير ده اهي تمام. هنا في سوليد ركز معايا، في هنا سوليد بار صح، وهنا في البلوك اللي هو عرض 4 من 10 صح كده اهو، ويظهر هنا بقى الريب، يظهر هنا الريب وادي بوكي تاني. الريب ده تبين لي بقى تسليح القطاع، تبين لي التسليح اللي هو كان كام، كان مفتوح اهي تمام، ويبقى 2.16. طب تسليح السوليد ستاب اللي فوق ما انت خدتها 5.8 في الميد، ويا دوبك بتلاقي سي سي كل ميد سباك تمام. طب السوليد بارك يعني بص تسليح الجلدر اهو، ادي 7.8 التسليح، وادي ال 4.16، وادي 3.16، فاهمين اللي بقوله؟ وادي الشرينكج بارز ال 2.12 او 2.10 مش مشكله، في 10 تمام. تسليح السوليد بارك ده بتاخده مني فوق، الكود قال لك ايه التسليح المينيمم؟ تعمل كام؟ اعمل لي كام عشان تعمله تمام؟ تحط التسليح 2.10 كل 30 سم، تسليح 2.10 تكتب عليه كده 2.10 كل 30 سم. افرض عرض السوليد بارك 30، هتلاقي بس سخين هنا وسخين هنا خلصت صح؟ طب افرض عرض السوليد بارك 60، بحط سخين هنا وسخين هنا، هتفهم حاجه؟ بس كده انت كده خدت كل حاجه على التسليح، وكده لو اللوحه الكامله للنجار والحداد يعمل كل حاجه وخدت تمام؟ اللوحه تتسلم نظيفه وسكيل مناسب تمام؟ وتبقى فيها كل الحاجات اللي انا قلت عليها، ما قضاش السكن القطاع الطولي بتاع السكن ده لبيم ارسمه في ظهر اللوحه تمام؟ والجزء طب تستعد عن يا عم عشان اقصد الفرش والقطع، لما الفرش عكس عن القطع اصبحت الافكتيف ديبس من التوب فايبر لحد سنتر الفرش، فقلل الكونتراست بتاع التسليح تمام. البوست تسليح البوست اللي عنده بوست هنا ايه المشكله؟ تسليحه اهو مش عايز صوت، مش عايز صوت، تسليحه هتلاقيه كده يدخل في العجول ويجي يقف كده، وده اهو بوست عايز زي ما خدته في الفريت تمام. 2.16 او 2.16 تمام. احيانا في بعض الناس تقول مش عايز صوت، مش عايز صوت، احيانا في بعض الناس تقول لك السيخ ده تروح تمده من جوه كده شويه في طول البار، على اساس لو في قيمه مومنت ناتج من التورشر ده بيقول لي ترجع ل 24 تشيل، ما تشيله كده ما تمدتوش ما تمام، بتبقى مسافه صغيره مش كبيره.